السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. سياقها هو صدور مرسوم يتمم المقتضيات القانونية المتعلقة بالملكية المشتركة في المغرب مؤخرا في الجريدة الرسمية. هذا يطرح أو يعيد إلى الواجهة نقاش قضايا ونزاعات ومشاكل الملكية المشتركة للمباني السكنية والتي لا تكاد تخلو منها أي إقامة أو عمارة سكنية أو أي نوع من أنواع السكن. سنحاول التطرق إلى أبرز المعطيات المرتبطة بهذه الإشكالات والأسباب التي والعوامل التي قد تكون سببا فيها، ونناقش كذلك أبرز المداخل والحلول سواء القانونية أو التربوية أو غيرها القمينة بالحد على الأقل من هذه المشاكل التي تتفاقم يوميا وتملأ ردهات المحاكم رقم واحد فقط بين 2015 و2016. أكثر من 150 ألف قضية مرتبطة بنزاعات الملكية المشتركة عرضت أمام المحاكم بزيادة قدرها 25% مقارنة مع 2013-2014. لمناقشة كل هذا يسعدني أن أرحب بكل من أستاذ عبد الرحمن رشيق، أستاذ علم الاجتماع الحضري. مرحبا بك أستاذ رشيق. شكرا سي جمال وشكرا على الضيافة. شكرا على قبولها. سي محمد جمال معتوق الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني، مرحبا بك معنا. مرحبا سي جماع. مرحبا بك. وسيمبارك سباغي، انت موثق ومحافظ سابقا لسنوات طويله هنا بالدار البيضاء، مرحبا بك معنا. مرحبا. وسي محمد الحبيب البكدوري الاشقري، انت مهندس معماري وحضري، مرحبا بك معنا. شكرا لك. شكرا لك وشكرا لكم جميعا على قبول دعوتنا لمناقشه هذا الموضوع الهام. انتم كذلك مشاهدي الكرام بامكانكم كما جرت العاده على ذلك التفاعل مع النقاش الدائر في الاستوديو عبر الرسائل الهاتفيه القصيره على الرقم المثل امامكم على الشاشه 18 18. لذلك استاذ رشيق، هذا الموضوع الذي نحن بصدده ربما يعني الا بغينا نرجعوا ليه شويه نسبيا حديث في المغرب، يعني الانماط الجديده ديال التساكن والقضايا المتفرعه عنها. وصحيح ظاهره الملكيه المشتركه هي نوعا ما بدات منذ الثمانينات. القانون اللي صدر في 1946 هي كانت الاداره الاستعماريه، وكتعرفوا بان ما القانون كان مديور للفرنسيين ولا الاوروبيين الى بغيتي بصفه عامه اللي كانوا كيسكنوا في مدينه اوروبيه اللي هي الان مركز المدينه، لا في الدار البيضاء لا في الرباط لا في كاع المدن اللي كانت مستعمره من طرف فرنسا. وكانوا، وهذه هي اللي مهمه ومزيان نبدا بهذه الفكره، هي ان في التمثلات تاع الناس القائمين على الشان الاستعماري انذاك، الاداره من ليوطي 1912 حتى 1925 بالنسبه لليوطي، وبالنسبه كذلك للمهندسين المعماريين اللي كانوا معاه انذاك، كانت عندهم فكره ماشي مغلوطه ولكن كانت فكره وكانت مبدا هي اللي اسست هذه القضيه، هي ان المغاربه يكرهون السكن المغاربه. خصني نحدد المغاربه المسلمين، ان المغاربه اليهود بشكل اخر بقيم اخرى كانوا قراب الحضارة الفرنسية، ولكن المغاربة المسلمين كانوا يكرهون السكن الاجتماعي. لذلك فكل مشروع لمدير المغاربة المسلمين لازم يكون فيه منازل فردية، مثلا الحبوس مدى الحبوس منازل فردية، ملي دار من بعد حبوس 1920 ملي دار عاوتاني عين الشوق بالنسبة للناس اللي كانوا ساكنين في كريات عبد المسيك كانت كذلك منازل فردية. وهاد الصيرورة بقات حتى 1987 باش ما نحصروهاش فقط في الإدارة تاع الاستعمار، حتى 1987 ملي كنشوفوا سياسة السكن الاجتماعي في المغرب حتى 87 كانت دائما الدولة كتعطي بقع، يعني كتبني سكن لفردي، سكن لعائلي، ما يسمى بالبيت المغربي، المنزل المغربي اللي تقدر تسميه البيت المغربي الحديث، ميزون ماروكان، ميزون ماروكان مودرن بار اوبوزيسيون لا ميزون ماروكان تراديسيونيل اللي هي المدينه القديمه اللي كانت قبل دخول الاستعمار. دونك في 1987 دائما كان الدوله كتبني الناس احياء الصفيح. هذا ما كيعنيش بان ما كانتش شقق ولا سكن جماعي، كان، ولكن كان الاكثريه بالنسبه الى بغيتي الفئات الاجتماعيه المتوسطه، وخصوصا في غرب
مدينة الدار البيضاء عريف وسيجور إلى غير ذلك. تما في كانوا الإقامات وبداوا العمارات، ولكن بالنسبة للفئات اللي كانت ساكنة في قرية الصفيح، كانت الدولة حتى 1987 كتبني منازل فردية، وهذه المنازل الفردية ما نظرا للخطاب دائما اللي كان سائد انذاك بان ما المغاربه راه ما يمكنش يعيشوا في سكن جماعي، كما كيقول لي الوالد تاعي الله يرحمه كان كيوصيني ديما كيقول لي عندك تشري دار في السماء، يعني ولا كيقول لي ما تشريش دار في باطو، لحقاش هذوك الباطيمات بالنسبه لي راه دونك خاصك يكون الارض تاعك وفوق الارض تكون السكن، يكون السكن. دونك في 1987 مع هاد سياسة السكن الاجتماعي كتعرفوا ملي كدير منازل فردية فهي كتستهلك العقار والوعاء العقاري محدود، والوعاء العقاري كتعرفوا في مدينة بحال الدار البيضاء اللي غالي بزاف، وما يمكنش تبقى تبني دائما منازل فردية لكل هذه الفئات الاجتماعية. لذلك في 1987 الدولة وزارة السكنة اون لوكيرونس دارت خلقت شركة اللي سميتها سوسيتي التشارك، شركة التشارك، واللي بدات لأول مرة كتبني المغاربة عمارات، كتبان لهم عمارات وتبناو في سيدي مومن إلى غير ذلك. يمكن نرجعوا أكيد. سي معتوق، في نظرك وهادشي غندخلوا دابا الآن في العوامل، شنو يمكن نفسروا هذا الكم الهائل ديال النزاعات والمشاكل؟ يعني تقريبا في أثناء إعداد البرنامج عدد كبير الاتصالات للمواطنين، كل واحد مشكل في الشكل، باش ممكن مثلا العامل الأول اللي يمكن نفسروا به هذا المعطى هذا؟ هو إذا خرجنا من الكلمة ديال التربية أكون كنكذب عليك. المشكل ما هوش قانوني، ماشي مشكل ديال نص قانوني عندنا في المغرب. اولا المغرب اليوم الحمد لله عندنا باش يمكننا نفتخروا ونتباهوا امام دول اوروبيه بالنسبه للترسانه القانونيه ديالنا في جميع الميادين. يمكن مازالين سابقيننا شويه فيما هو بيئه، فيما هو طاقه وتجديد القبيله الجديد الى اخره، ما هو نووي، ولكن من غير هادشي هذا النصوص ديالنا القانونيه نصوص جميله جدا، شغلت لسنوات كثيره، وهاد 30 سنه كان هناك تغيير جذري للنصوص القانونيه ديالنا اللي هي تترافق وتتلائم اللي كنعيشوه اليوم في المغرب، او يمكن سابقه كاع في بعض الاحيان. يعني المشكل القانوني ما عندناش، باش المشكل الاساسي اللي في رايي المتواضع هو كيتعلق ببناء الانسان. بنينا نصوص قانونيه، بنينا عمارات، بنينا طرق سيار، بنينا الميناء، بنينا تبارك الله غادي للطريق القطار فائق السرعه ومسائل، ولكن ما بنيناش الانسان. اذا هذا الشيء فاش يفكرني تيفكرني ذاك اللي مشى عند الطبيب وقال له السي الطبيب فين ما كندير يدي كندير ها كيحرقني، هذه كيحرقني، يدي كتحرقني كنحس بالحريق فين ما درت. تيقلب يقلبوا الطبيب شنو لقى تيحرقوا؟ لقى صبعه اللي تيحرقوا، هو اللي مريض، اما الاعضاء ديالو كلها سليمه. حنا كل شيء عندنا سليم الا التربيه ديالنا اللي خصنا نعيدوا فيها النظر وتنطلق من نفسي، يعني ماشي الاخر، انا الا عندنا النظر في هذه القضيه هذه واهتمينا ببناء الانسان قبل بناء اشياء كثيره. بنينا الحمد لله، دابا نتعطلوا شويه في ذاك البني الاخر ونهتموا ببناء الانسان، وما يكونش عندنا مشكل ديال هذه المنازعات اللي عندنا في المحاكم محشومه من باب على الاقل الديني. احنا اللي كيوصينا النبي صلى الله عليه وسلم على الجار، يكون عندنا نزاعات مع الجيران ديالنا وبهذا الكم في المحاكم. سي سباغي، واش كتفق مع هذه الفكره ديال ان القضيه تربويه بالاساس؟ بطبيعه الحال، لان كما قال الاستاذ قوانين عندنا جميله، والملكيه المشتركه عطات نتائج جد مهمه، واذا كان تاريخيا انه الملكيه المشتركه كانت تخضع لبعض الضوابط، منها مثلا ابعاد جميع المغاربه من سكن على شكل شقه مع اجنبي، اليوم الحمد لله تغيرت الاوضاع وتصلح هذاك القانون القديم ديال الظاهر ديال 1948، جا القانون 1800 ومؤخرا تعدل بالقانون 106 على 12، والتعايش كاين غير حقيقه ما كنربيوش ولادنا على واحد التربيه ديال حسن الجوار، وربما كتخلق هذه العداوه انني كنتلاقى معاه في مصعد في لاسونسور في الكراج شي ما كيدوي معاه شي، ولكن كيفما كان الحال
الملكية المشتركة في وضعها الحالي مهمة جدا وأعطت نتائج جد إيجابية. علاش؟ لأن كل شخص الذي يملك قطعة مفرزة له رسم عقاري، زيد على ذلك الأجزاء المشتركة اللي هي ملك للجميع. التعايش في هذا الإطار وكأننا في باخرة أو في مكان يعني كيطبق علينا ما هو الإيجابي ما هو السلبي خصنا نتحملوه كلنا كذلك. إذن ماشي الإنسان غير يدخل لدارو عاد كيحس بالراحة ويحس بأنه عنده واحد الملكية ديالو مقدسة، بل المسؤولية ديالو كتبدأ من الشارع. داخل الباب راه كيعرف بأنه داخل البوابة ديال العمارة وهي جزء مشترك. كان فيه شي خلل خصنا ننتبهوا ليه، كان شي وسخ حشاك يجب إزالته، كان شي حاجة إيجابية نشكر هذوك الناس اللي قاموا بها. إذن ملي كتدخل في المصعد ماشي ديالك أو لا، ديال الجميع يجب الصيانة ديالو. الدرج كذلك استعمال جيد للدرج والاسانسور والسطح والكراج قننها المشرع. إذن كل شيء موجود، غير حنا كيخصنا شويه نفعلوا هذا الجانب ديال التواصل وديال التسامح بعضنا واليد في اليد، لان هذا الشيء ورثناه من جدادنا. بكري كان الانسان حدا جارو ما كتعرف ولاد هذا ولاد هذا، المراه داخله عند الاخرى كتعطيها هذه تعطيك هذه، يعني حتى لو كان شي مناسبه مثلا ديال شي عرس ولا شي كل شيء كيتعاون، كل شيء كينوض، ولكن يعني وكأن الامر يتعلق بعائله واحده. هذا الشيء ما نقولوش ما كاينش، كاين، ولكن كاين بعض الحالات عاوتاني، لان العماره ما معنى العماره كيوقعوا فيها مشاكل. علاش؟ لان الثقافه ديال كل واحد تختلف عن الاخر. كاين واحد جاي عنده يعني موارد ماليه استطاع يشري شقه ولكن مستوى الثقافي قليل، كاين اللي مثقف وجاره غير مثقف. واخا ربما استاذي هذه يعني النزاعات ما كتشملش ربما غير الامي والمثقف وغير، كاين في جميع الشرائح تقريبا. اذا تكلمنا عن النزاعات يجب ان نتكلم عن هضم حقوق الساكنه. واحد مثلا كيقول لك انا ضعت في حقي، كيفاش ضعت؟ ما كندخلش الطوموبيل الكراج ما جبرت فين نحطها. هنا مساله قانونيه، لانه كما تعلموا في الدار البيضاء عندنا مشكل ديال ستاسيون. الا كان عندك عماره مثلا فيها 20 شقه ولي زومبلاسمون ديال السيارات لتحت 15، ما معنى خمسه الناس ما غاديش يستافدوا. اذا في البدايه القانون والتصميم المصادقه عليه من طرف الجماعه ومن طرف الوكاله كيقول لك اودي الله يخليك 15 شقه عندها بلاصه في الكراج وخمسه ما عندهمش. ملي كتجي تشري انت كتقول الله يخليك انا باغي نشري ولكن خصني فين نضع السياره، كيقول له ودي ما كانش بقاو غير خمسه ما عنديش لون بلاسم. الا واحد جا كيقول لك انا ما يهمنيش السياره نخليها برا ولا ما عنديش كاع، كيشري على هذا الوضع. هنا كيوقعوا نزاعات، والنزاعات اللي خطيره هي هاد ديال هاد الحاله هذه وديال واحد مثلا في الريد شوسي عنده واحد لون بلاسمون مشترك كيدير فيه واحد يغطيه او لا كيبنيه او لا واحد الممر مفتوح للساكنه كلها كيجي كيستولي عليه، ولا شبه جرده كيدير لها واحد السياج. هنا في كيوقعوا المشاكل وكنغرقوا المحاكم بهذه الاشكاليات. اما فيما يتعلق بحسن الجوار والتعامل وعاوني نعاونك، راه كاين بعض العمارات دو هو ستوندينغ كتوصل لدرجه انك تقول ما ساكن عندنا، وهذا جميل جدا. في الاحياء الشعبيه فعلا كاين هذا المشكل. كاين بعدا اولا العائلات متكونه من عده افراد، كاين مشكل ديال الضجيج، كاين مشكل ديال الزيارات المتردده والمتكرره. إذن كل حاله يجب ان تناقش على حده. نعم سيد اشقري، سيد بكدور اشقري، انت كتركز ربما على دور السلوك المواطن يعني ولا غيابه في هذه المشاكل اللي كنتكلموا عليها. هو كاين جوج الامور. الامر الاول هو أن هناك علاقة بين السلوك الفردي والجماعي وما بين الفضاء. الفضاء يؤثر على السلوك والعكس صحيح. فواحد المواطن لا وهيئنا له فضاء اللي فيه السكن ديالو بعد اللي هذا كاين علاقة هنا، لأن مسألة اسمحوا لي بين قوسين، لما كنتكلموا على الملكية المشتركة القضية الأساسية قضية الجوار، ماشي مسألة ملكية، مسألة الجوار والمجاورة. فلما كنتكلموا على الجوار كنتكلموا على فضاءات ديال السكن اللي هي خاصه بالانسان واللي هي محميه عندها شروط ديالها وعندها خصوصيات، والفضاءات المشتركه ما بين الجيران اللي قراب وما بين الحي وما بين المدينه ككل. يعني هذه كلها فضاءات ديال التساكن. اذا كاين هناك سكن هناك تساكن، وهذه الفضاءات اذا كانت منظمه بشكل يمكن للانسان ان يمارس فيه
حياته الفرديه والجماعيه بكيفيه مريحه، بطبيعه الحال العدوانيه ديالو كتنقص وما غيكون شيء. انا متاكد بان السلوكيات صحيح كاين مساله التربيه، ولكن السلوكيات متعلقه كذلك الفضاء. واحد الانسان اللي هو اذا تكلم على التساكن، التساكن كاين التساكن اللي هو مؤثر بالملكيه المشتركه بالقانون الى اخره. هذا القانون كيشمل 17% من الحظيره ديال السكن في المغرب. شنو هي 17% بالنسبه للباقي؟ الباقي اللي هي المدينه العتيقه، اللي هي اللي سميناها دابا عاد السكن المغربي، هو ماشي السكن المغربي، سميناه السكن المتصل من طبقتين، من سفلي وطبقين. عندنا السكن العشوائي، عندنا اعاده الايواء ديال الصفيح، وعندنا الصفيح نفسه، وعندنا السكن الاجتماعي اللي تكاثر بواحد الشكل كبير لان الدوله شجعته كيتكاثر، واللي فيه يعني الكثافه السكانيه عاليه جدا. لما كتجي تسكن الناس كتعمل معطيه لهم 230 شقه في الهكتار، معنى 1000 نسمه في الهكتار. اذا 1000 نسمه في واحد الهكتار، وهكتار اخر وحده فيه الفضاء الرياضي او فضاء ترفيهي، ممكن ما كاين مشكل. ولكن اذا 1000 نسمه في 200 هكتار راه كارثه. اذا الظروف ديال التعايش ما عطاهالوش الفضاء ديالو الخارجي. مشي حتى النقل الجماعي، إذا كان النقل الجماعي مريح، الناس بطبيعة الحال غادي تنظموا غادي، وإذا كان النقل الجماعي كارثي غادي يكون السلوك عدواني. إذا هنا خصنا نفهموا النقطة اللي بغيت نركز عليها، هو أن النظرة خصها تكون عامة للفضاء العمراني المغربي ككل، ماشي غير هنا. غادي إذا جينا نعمقوا، وكاين يمكن معطيات نعطيوها اللي كتبين أنه هناك ما يسمى هناك التساكن المنظم، وهناك التساكن الارتجالي، وهو خطير والان خدام الان بواحد الشكل مهول. اش كنقصدوا يا استاذ؟ السكن الارتجالي هو التساكن الارتجالي، هو تساكن في محلات غير معده اصلا لذلك. مثلا نبداو من ديال العتيقه، عندنا رياضات اللي كانوا قبل كان سكن ديال العائله الواحده، وان تفرعت واخا يكون وكيل فروع من عائله واحده. فاذا هذاك مثلا الباسيو اللي هو في الوسط كان فضاء داخلي ديال البيت، لما جينا وبداو كيسكنوا كل واحد في بيت، كل عائله في بيت بوحدها، ولا هذاك الفضاء اللي كان ديال السكن ولا فضاء ديال التساكن ولا مشترك. هذا مثال. غنعطيو مثال في الاحياء العشوائيه، كيكريو الان شقه كيكريوها عدد ديال الافراد، شقه واحده. اذا هذاك المحل اللي كان فردي ولا محل ديال تقاسمه مشترك غير معلن، يعني هو ماشي منظم بقانون الملكيه المشتركه، ولكن عمليا. ولا في بعض الفضاء على الاحياء العشوائيه كيكريو الاسره الان، وهذا موجود في المدن، كيكري السرير، معنى السرير معنى الفضاء الخاص به، هو ديك السرير اللي كينعش فيه، غير كيهز رجلو يخرجو من السرير يدخل في الفضاء المشترك. كيف غيمكن هذا الانسان يكون يعني طبيعي في العمل ديالو؟ هذا زياء ان ما كاينش شي قانون كينظم هذا الشيء، ما كاينش شي قانون اللي غادي يقول اودي باش يكون عندك تساكن كخص شروط كذا كذا. يمكننا نتكلموا كذلك على التخطيط الحضري، امور كثيره هنا في هذا الباب. اكيد مازال غير المساله ديال الدروج وديال المصعد وديال كذا. نقترح عليكم قبل ذلك وعلى المشاهدين الكرام انه نتابع واحد الروبورتاج من انجاز مريم الرئيسي هنا بمدينه الدار البيضاء، زارت واحد جوج ديال الاقامات السكنيه وتختلفان من ناحيه يعني طبيعه المشاكل، ما بين اقامه اللي فيها مشاكل معينه واقامه اللي لم يتوافق اصلا يعني ساكنتها على انهم يديروا اتحاد الملاك او ما يسمى بالسندك. تابعوا هذا الروبورتاج وفيه نقط ستساعدنا على التقدم في النقاش. هنا بإقامة أنس إدنان بالدار البيضاء يعيش عشرات السكان في إطار الملكية المشتركة بالسكن المتوسط، يعتمدون على سنديك من الساكنة في تسيير شؤونهم الداخلية والخارجية. بالنسبة للموب اللي كنوب عليه هنايا، استطعنا باش نديروا واحد المساهمة كوتيزاسيون تقريبا حتى 500 درهم، ودرنا واحد لونتري صيبنا بالشكل اللي خصو يكون أصلا، يلاه تسمى دابا موين ستوندين، قبل ما كانش حتى هذاك اقتصادي. يلا ولا ودرنا فيه داك الشيء يعني اضافه لذاك المساهمه ديالنا، وتقبلوها كلهم 100% كلهم ساهموا، وفي المدخل وفي الجناب، ودرنا احسن داك الشيء اللي كان بغيناه في الداخل لقيناه في برا. راكم شفتوا بعض النماذج، بعض لي زيموبل مازال ما السكان مازال ما كاملينش، كيتسناو حتى يكملوا، وباقي عندهم هذاك المشكل الجماليه. بعض المشاكل حالات قليله، مثلا بحال لونطين بالنسبه للفرصاد، هذاك المشكل ما خصوش يكون، وحتى النشير تاع هو راه واضح في القانون.
كنديروا اجتماعات وكنوضحوا للاخوان نقول لهم هذاك الشيء راه ممنوع، هذاك النشر في الشراجه راه ممنوع، هذاك الشيء ديال الزيادات راه مانع القانون، لان هذيك بالحق كتهدد حتى الجماليه ديال العمران وديال المدينه اللي خصها تبان بواحد الشكل مشرف، وخصوصا على النوع ديالنا حنا نوع مويان ستوندين. لا تكاد عمارة أو إقامة سكنية تخلو من مشاكل الملكية المشتركة. في هذه الإقامات يشتكي السكان من عدم استفادتهم من المرآب. المساهمات المادية ما عندناش إشكال، قاضي الجوار ما عندناش مشكل، المشكل اللي عندنا هو هذا هو المرآب. الشركة استحوذت عليه ومنعتنا منه، وكتقول لنا بأن هي قانونيا ماشي ديالنا هذا الكراج، ماشي من حقنا. مشينا حتى للكاداستر، يعني جبدنا القانون الملكية المشتركة من الكاداستر ومن المحافظة، ولقينا هاد المساحة ديالو كتقدر ب 2663 متر كار، وهاد الناس مانعين منهم كيقول لك لا راه ماشي في صالحكم ما يمكنش تاخذوا. اتصلنا بالشركة المعنية فكان ردها من خلال تصريح رسمي جاء فيه بأن الزبناء قد اقتنوا شققهم وهم على علم بأنه ليس لهم الحق في المرآب كما هو مضمن في العقد التوثيقي المبرم بين الشركة والزبناء. انتقلنا إلى أحد الأحياء الشعبية بمنطقة مولاي رشيد حيث تقع هذه الإقامة العتيقة التي تتخبط في مشاكل داخلية أبرزها عدم توافق الساكنة وغياب الاهتمام بتسييرها كما يجب. عدم توافق الساكنة باش يكون سانديك كيخلى عدة مشاكل داخلية، منها الصيانة، منها النظافة، منها راك نتوما شفتوا الحالة ديال الموبل كيفاش دايرة، وهذا كيرجع عدم توافق الساكنة كيؤدي أنك يعني ما تقدرش تواجه المشاكل اللي هي خارجية، بحال أنتم شفتوا الدخلة كيفاش دايرة، ولا المرأب ديال السيارات يعني ممنوع أنك تدخل منه. كاين اللي ما واعيش بالملكية وضرورة السنديك، هنا كاين اللي ما واعيش بضرورة السنديك، وكاين اللي ما باغيش أصلا لأنه مستفد من الفوضى، وكاين اللي كيتخوف من المشاكل اللي تيقوم فيها السانديك في عمارات اخرى. عدم توافق السكان فيما بينهم جعل من هذه الإقامة بدون سانديك ولا مرآب، هذا الأخير الذي تحول لشبه مطرح للنفايات ومشاكل أخرى لا حصر لها. الكهرباء اللي كيجي الخلاص ديال الدرج الأغلبية ما كيبغوش يخلصوا، كيتماطلوا اللي كيترتب شي مرة واحد التأخر ديال مثلا شهر شهرين ثلاث شهور عاد باش كيخلصوا، وكاين شي اخوان كيتجندوا كيدقوا على الناس باش يخلصوهم، شي ما كيعطيش يقول لك ما عنديش. في الاخر يعني واحد المجموعه قليله اللي كتساهم وكتخلص كتحل المشكل ديال الضوء. درنا محاوله باش نديروا السانديك حتى قربنا باش ننهيو العمليه، وقعت شي مشاكل وما كملناش، ونتمنى المستقبل تكون شي غيره عند السكان باش يحاولوا يديروا السانديك باش تولي المشاكل تحل بواحد في اقرب وقت. هذا الشيء اللي كنتمنى. مما لا شك فيه أن هذه المشاكل يمكن أن تفسر هذا الكم الهائل من القضايا المعروضة أمام المحاكم، مما يوضح أن هناك أزمة حقيقية في تدبير السكن المشترك بين المغاربة. نبدأ بك السر الشق، وغنسولك شنو اللي صارك في هذه الحالات اللي شفنا؟ كنظن المسألة الأولى اللي باقي ما هضرناش عليها واخا يلاه بدينا، هي أشنا هي الملكية المشتركة؟ اللي كاين هنايا كيبان هي المشكل فين كاين، هي في هذوك المجالات اللي مشتركه بين الجيران، وجات في الروبورتاج وهذه ما كيعرفوهاش الناس بزاف، هي الواجهه تاع العماره راه ملك مشترك، بان السيد اللي ساكن الشقه تاعو هي اللي ديالو، حتى واحد ما عنده الحق ينازع في هذيك الشقه اللي ساكن فيها، بمعنى اخر حتى واحد ما عنده الحق يدخل الشقه ديالو، ولكن الاماكن المشتركه اللي هي الدروج اللي هي لاسونسور اللي هي الواجهه كاين حتى الارض حتى هي مشتركه بين الملاكين، هذه هي اللي كتخلق هذه المشاكل. مثلا شن الناس ناشرين تمايا بيان سور ما عندكش الحق تنشر، لحقاش هذيك الواجهه هي ملك لكل الملاكين. مساله اخرى هضروا على المرأب، كنظن اذا كانت مساله قانونيه من الاول كيقول لك اودي راه هاد الكراج راه ماشي كراج راه تاع الشركه، كنظن
أنا بغيت نرجع لحاجة واحدة اللي قلتي لي 2000، أنا ما عارف شحال 2500 قضية اللي كاينة. 150,000 150,000 قضية من المحاكم 2015-2016 إلا قسمناها على الناس اللي ساكنين في سميتو ما عرفتش شحال غتجي. عندنا واحد، أنا درت غير واحد الإحصائيات لحقاش كما قلتي قبيلة، بأنما الناس اللي ساكنين في الشقق هي 16% في المغرب كله، 16% ولا كوكاع 17%، أي ما يناهز واحد 3,300,000. دونك شوف 3 ملايين غير باش ما نهولوش عاوتاني من القضيه، ومع القضايا اللي كاينه في سميتو في المحكمه كنظن ماشي مشكل كبير. هادو اللي وصلوا للمحاكم، مع العلم ان كاينه نزاعات ومشاكل يوميه ما وصلتش ربما للمحاكم، هذه اللي وصلت. كاينه نزاعات يوميه وشنا هنايا، واللي صعيب هي صعيب الا كنت لحقاش الملكيه المشتركه فيها بزاف الحوايج. فيها اولا ماشي ان بلوك لي مونوليتيك، كاين العمارات اللي فيهم 400 شقه وكاينه عماره اللي فيها 10 الناس 10 الشقق. اكيد ربما تختلف. دونك المساله اللي فيها 10 الشقق هذه ما كطرحش مشكل، لحقاش اولا يصعب تدعي واحد اللي جارك اللي كتشوفه كما قلنا قبيله كتشوفه يوميا، واخا ميخلص لظروف، يمكن تكون ظروف قاهره، يمكن يكون خرج من الخدمه ولا المهم ما يقدش يأدي. دونك صعيب ملي كتكون 400 شقه ولا 90 شقه ولا 300 كيكون هناك سانديك ولا كتكون اون اجونس لي اكستيريور. دونك هاد لاجونس غير الا ما خلصتيش كتعطيك واحد المهله، من بعد كتدفع الدوسي ديريكتومون عند المحامي تاعها. دونك هادو كيهموا هاد الناس بالخصوصيه، الناس اللي عندهم شقق كبيره واللي ملي كتمشي للمحكمه سافدير راه ما كاينش علاقه الجوار، لحقاش كما قلت لك صعيب تدعي جارك وتبقى تشوفو يوميا كتشوف ولادو وتشوف هذا. السي جمال معتوق، مثلا في الحاله العماره الثانيه اللي يعني السكان اللي سنين طويله ما اتفقوش نهائيا باش يبداو المرحله الاولى ديال انه يديروا لك اتحاد الملاك او ما يعرف بالسندك، باش يمكن مثلا نفسروا هذه الحاله هذه رغم انهم متفقين على تشخيص المشاكل وداك الشيء ما حاملينوش. وهذا مساله تربويه، مساله تربويه لا اكثر، ثقافيه. اما بالنسبه لاتحاد الملاك فهو مؤسس ومنشا بقوه القانون، مجرد باش نعرفوا الملكيه المشتركه هو بكل بساطه واحد الانسان اللي تيكون تيملك مثلا في واحد العقار، يعني باطيمه طويله ولا عقار افقي، ها كيملك واحد المنطقه اللي هي مفرزه خاصه ديالو كيشد عليه بابه، وكاين مناطق مشتركه اللي كيشاركها مع واحد اخر اللي هي الدروج اللي هي الواجهه اللي هي السطح. هاد المساله ديال المشترك ما عندناش داك الانانيه ديالنا ديال انا غير داري اللي تتهمني والشيء الاخر ما تهمنيش، ملي نشد عليا الباب ليش غنردوها؟ ماشي قانوني، هي مساله تربويه. اذن الا ما داروش هاد الناس هادو كان خصهم اولا عندهم سبب يكون اكيد هو جهل القانون، تعرفوا بان غير واحد فيهم تيمكن له ياخذ مبادره ديال انشاء او يعني يقوم بالاجراءات القانونيه، واخا اتحاد الملاك راه موجود موجود بقوه القانون، وكل واحد فيهم منخرط ماشي اختياري. مجرد ما تيكون في عماره اللي فيها مناطق مفرزه ومناطق مشتركه فهو عنده اتحاد الملاك بقوه القانون، خاص فقط الاجراء ويفعلوا هذاك اتحاد الملاك وياخذ مبادره وصيفط استدعاء لجميع الاشخاص اللي موجودين في ذاك الملكيه المشتركه في ذاك العماره، وتيقول لهم النهار فلان فلاني في المكان فلان فلاني في الساعه الفلان فلانيه غادي نناقشوا النقط الاتيه. اوكي، ومن ضمن النقط الاساسيه هي اننا غادي ناسسوا اتحاد الملاك، غادي نعطيوه الشكل القانوني اللي تيستحق. وهنا ملي كياخذوا هذه المبادره تيقولوا كاين هذه الامكانيه، حيت الناس ما عارفينش احنا صاحبنا تشد عليك باب ما لان فين كان ساكن ورجع دابا ساكن مع ناس كيكون يمكن مستقل، وواحد النهار لقى راسو مشترك. حنا عندنا 350 مليون كاري متر مربع مشترك اللي هي المساحه ديال المغرب، وعندنا 3500 كيلومتر ديال البحر الابيض المتوسط المحيط الاطلسي. شوف الحاله ديال ما هو مشترك كيفاش داير، والدور ديالنا كيفاش دايرين، كاين فرق. اذا المشترك ما تهمناش، ولا ما كانش يهمنا سببه ثقافي، سببه حضاري، سببه تربوي، سببه سلوكي ماشي قانوني. وكان عندنا القانون فيه الزجر كان تعلمنا نحترموا الجار ديالنا ونتعلموا نحترموا الحدود ديالنا. هذه المساله هذه قديمه وحنا تنتوارثوا غير دابا ظهرات، حيت ظهر هذا النمط ديال العيش الجديد وهذه المسائل العمرانيه الجديده وهذا السكن المشترك. اذا كاين شي معلومات اللي خصنا بسيطه نعطيوها للناس، حيت الناس دابا كيسمعونا
غنهضروا على المشاكل ولكن يمكن نحتاج لمعلومات بسيطه ما عارفينهاش، هو ان الامكانيه ديال انه ياسس اتحاد الملاك ويكون هناك وكيل لاتحاد الملاك واللي تيتعين من الاشخاص اللي ساكنين في ديك العماره، ويمكن له يكون خارج الاشخاص اللي داخلين العماره، ويمكن له يكون شخص اعتباري اي معنوي، ويمكن له يكون شخص معنى طبيعي يعني يمكن له يكون شركه، ويمكن له يكون شخص ذاتي يعني على برا، يمكن له يكون شركه تمتهن هذا العمل، ولا كانت شركه تتخلص، ولا كانت شركه واش عندها تامين، واش كتسير مزيان، واش عندها عندنا نقطه بحال دابا ملي كنديروا هاد الامور هذه الناس يكون عندهم تخوف في الفلوس اللي عطيتك. حنا من الصباح حنا كنعطيو الفلوس، فين الفلوس؟ ما شفناش هاد الفلوسين. واش كاين الاحترام ديال هاد المقتضيات ديال هاد القانون اللي هو التقرير السنوي المالي؟ اشنو درت هاد الفلوس اللي دخلنا وهل اللي خرجنا؟ واش كاين بزاف ديال اتحاد الملاك اللي دايرينه وما دايرينش حساب بنكي، تيقول لك انا تيجيو عندي تيقول لي عطيني الفلوس نقدا وكيبدا يجمع الفلوس. اش كيخلق هذا؟ تيخلق شك وعدم الثقه. الا خلق شك وعدم الثقه اذا ما مخلصش. وفي الارقام ديال هذيك 150 الف قضيه من المحاكم 2015 2016، 75% من القضايا تهم عدم الاداء ديال داك الواجب ديال السنديك، 5 و3 3 4، حيت ما كايناش الثقه. واحد، حيت ما تيهمنيش داك الشيء ديال الاخر. انا ساكن لتحت، انا ما نستعملش المصعد لا الشريف، هذا الشيء ما عندوش علاقه بالاستعمال، هل تستعمل ام لا تستعمل، هذا الشيء ما عندوش علاقه واش انت ساكن. الناس اللي خارجين على برا، المغاربه الذين يقطنون بالخارج ويعملون بالخارج، اللي كيجي الدار ديالو خاويه كتكون خاويه تيقول لك انا ما استغليتش، انت تقول له الشريف راه ما عندهاش علاقه بالاستغلال والاستهلاك، خاصك تادي باش نحافظوا على داك الرونق داك المشترك بيناتنا الجماليه اللي هي مشتركه باش يمكن لها تعيش، والا ما غاديش تعيش. اللي كيجي عاوتاني اللي كاري يعني المكتري تيقول لك انا غير مطالب، انا ماشي ديالي هادشي. القانون اش كيقول؟ تيقول لك لا، الكاري خصو يفرض ويخبر المكتري في العقد ديال الكراء. العقد الكراء ما اصبح اجباري عاد مؤخرا، اذا ما كانش عقد اساسا. ملي كيدخل المكتري تيقول لك انا ما نخلصش، اللي خصو يخلص هو مول الدار مالي انا، اذا ما تيخلصش. اللي ما كيستعملش المصعد ما كيخلصش، اللي السطح بعيد عليه ما تيخلصش، اللي فتح البالكون ديالو كينشر فيه ما كيطلعش للسطح، اذا ما نخلصش السطح. بولا خسره ما كتصوب، ما تيهمنيش. الكوتور ديال الضو طفي، الضو ما طفيش، لاسونسور ما خدام، ما تيهمنيش. انا خصني ندخل لداري، اذا شتي المساله فاش غنرجعوا نشوفوا القانون فن القانون المغربي. تتخيل بان على 200 درهم 200 درهم الا كيسالها وكيل اتحاد الملاك الواحد من الملاك في اطار الملكيه المشتركه، على 200 درهم كيولي يدير له حجز على الرسم العقاري ديالو. كاين شي سهل من هذا الشيء؟ هذا لزجر ورد عدم الاداء. اذا هذه المساله بسطها المشرع، تتمشي عند رئيس المحكمه تدير له طلب، تثبتوا بوثائق بان السيد ما اداش. التقادم ديال واجبات الاداء اللي خصهم كان عامين، ردينا سيدي خمس سنين عاد تقع. علاش؟ باش نعطيو فرصه اكثر لهاد الناس باش تعيش في امان وتساهم في جماليه العماره اللي ساكنه فيها. سي سباغي، انت كتقول فكره اخرى انه ربما من الصعب انه نتقبلوا انه نبقاو نناقشوا في 2018 مثلا قضايا ديال مثلا النشير ديال هاد النفط الزرابي على عباد الله، على البارابول في الشرفه، الكليماتيزور، الكولوار متسخ. ربما من الصعب انه مثلا مجتمع اخر يتقبل انه مازال حنا كنناقشوا هذا الشيء بالنسبه لنا اولويات. لا، بكل صراحه ملي كنقراوا القانون باش المواطنين يعرفوا دابور شنو هو الملكيه المشتركه. واحد عنده بقعه الارض مخصصه لبناء عماره، كيحط واحد الملف تقني، جانب الهندسي وجانب الطبوغرافي ورخصه ديال الجماعه، وكيبدا في العمل ديالو. ملي كتاسس العماره كتمشي عند مهندس توبوغرافي محلف، كيخرج لك من ديك العماره ما نسميه بالاجزاء المشتركه والاجزاء المفرزه. الاجزاء المفرزه يؤسس لها رسم عقاري، والاجزاء المشتركه تبقى في الرسم العقاري الام. بمعنى ان انا لا شريت ابارتومون ولا شريت مكازار كنسال في الهيكل ديال العماره وفي الارض. علاش؟ لانه لا قدر الله الا وقع شي زلزال وتمحات العماره، اش من ضمانه عندي انا كمالك؟ يعني كنوليو كنملكوا كلنا على الشيء على حساب الاسهم اللي عندنا. هذا نقطه ايجابيه جدا. ملي عندك الشقه ديالك ملك ديالك تصرف فيها بجميع التصرفات، من رهن، من بيع، من صداقه، من غير ذلك، كيبقى الاجزاء الغير مشتركه اللي ممنوع عليك تصرف فيها من غير الاستعمال ديالها، الاستعمال الذي لا يضر بالغير. معنى ان هذه الاجزاء المشتركه راه جزء لا يتجزا من الاجزاء المفرزه، وبالتالي يجب الصيانه ديالها. هذا الشيء ديال
اللي شفنا في الروبورتاج. اسمح لي درت تعقيب على النقطه الاولى، الكراج بقوه القانون وبحكم مواصفاته تابع للعماره. كيف يعقل لباني العماره انه يستثني الكراج من الاستفاده باش ما يستافدوش منه الساكنه؟ هذا لا يعقل، لانه عنده المدخل يعني ان رومب كتدخل بالسياره ديالك، ما معناه خاصه للساكنه. اذن الى وكان ربما صاحب المقاول كيقول بانه في العقد العقد كان هو شريعه المتعاقدين، الا استفرد به وخرج له رسم عقاري قد يكون لوكال كوميرس ياري قد يكون لا سكي ان رومب وان كراج نورمالمون اوتوماتيكمون 100% خصو يبقى ديال الساكنه، ولكن لسبب من الاسباب ربما تعطى ليه رسم عقاري منفصل، هنا ما بقاش خاضع للعماره، ما بقاش خاضع للاجزاء المشتركه، وهذا غريب جدا ان تسلم ان يسلم رسم عقاري لهذا الجزء اللي هو يعني لصالح الساكنه ككل. المشاكل اللي كيطرح الكراج، اما عندك جزء مفرز تابع للجزء المفرز ديال الشقه، وعندك رسم عقاري واحد لجزئين مفرزين للشقه، كاين على 90 متر يعني ساكن فيها، وعندك عندك واحد 10 ولا 15 متر حتى هي في الرسم العقاري، هذه مقدسه جدا ولا يمكن زعزعتها ولا تغييرها ابدا. وكاين الحاله الثانيه ان الكراج كله مشترك، هنا كيجي الدور ديال السانديكا دي كوبروبريتير اتحاد الملاكين وكيتفقوا، اما كيديروا ارقام ليست بقانونيه ونهائيه وانما غير باش تكون سلاسه في ركن السياره وفي يعني في تحرك بالسياره دخول الخروج يعني يكون سهل. إذن هادو هما جوج الحالات اللي كاينه، اولا لك الكراج ما كيكفيش جميع الشقاق وبالتالي طرف كيمشي منه وطرف كيبقى مشترك. السيد اللي كيبني ما عندوش اختيار، راه الجماعه والوكاله الحضريه اللي كيقرروا، كيقول الله يخليك عندك هذه البقعه غدير هنا كراج، باسكو عندنا مشكل في الدار البيضاء ديال لي ستاسيونمون وبالتالي الكراج كينفس شويه على الساكنه. فيما يتعلق بالنقطه الثانيه، السانديك حقيقه هو مشار اليه في القانون، ولكن ما كاينش جزاءات، ما كاينش عقوبات الا ما دارش. نورمالمون ملي كيكون عندك 8 الفوق ديال الشقق خصك دير السانديكا دي كوبروبريت، وهذا السانديك وهو شخص ربما تطوع، ربما فيه مواصفات، ربما فيه عنده وقت كافي، لان حقيقه حتى مشكل الوقت راه كعائق، وبالتالي كيقوم بهذه المهمه هذه لصيانه العماره. ولا ما دارش هذا السانديك في القانون ما كاين حتى شي حاجه كتعاقب هاد الناس. المشرع لن يعني يرتب على عدم تاسيس هذا ولا تعيين هذا السانديك، ولكن كما كان الحال لا يعقل كما شفنا في الحاله الثانيه ان هناك عماره وكما شناه حقيقه في وضعيه يرثى لها، علاش؟ لان الناس كلها ساكنه وساكته، كل الاجزاء المشتركه تلاشت وتوسخت وما بقى فيها حتى شي حاجه، حتى الكراج سدوا، هذا يعني يؤسف له، علاش؟ لانه هذاك هو متنفس ديال الساكنه، اللي كتخرج من الدار ديالك تجبر البوابه ولا تجبر لو هول ولا تجبر الدرج ولا لاكاب مزيانين كتنتعش وكتحس بانك ساكن في واحد الوسط محترم. وبالتالي إلزاميات السانديك يعني نرجعوا للقانون، لأن الناس ما عارفينش واحد القانون آخر جديد، القانون 106 على 12 ما خلناش ولو نقطة ولا شي ثغرة في تسيير وصيانة العمارة. لابد من سانديك، والمشرع مش بعيد كيقول لك إلا السانديك لسبب من الأسباب دار الاستقالة ديالو ولا مات لا قدر الله أو لا ما تبينش الكفاءه ديالو وصبحت العماره في واحد الوضعيه يرثى لها وعليها ديون وما كاينش صيانه، يمكن للقضاء قاضي المستعجلات ان يعين مسيرا بدلا من السانديك اللي ما بقاش. اذن المشرع دار اللي عليه، ولكن شنو بقى علينا حنا يعني كيفاش غادي الممارسه هذا الشيء ديال النشير في الدروج وبليطو في لي بالكون راه من 1946 هو موجود، يعني كيقول لك بحال النظام الداخلي ديال اي مؤسسه. حنا حتى العمارات دابا انا كنشوف هذا القانون الجديد 106 اللي عدل 1800 بما يعني انا ملي كنقرا كتصنف العماره وكانها مقاوله، يجب الحفاظ على هذه المقاوله، على الازدهار ديالها، على الاستمراريه ديالها، خلق لها واحد الجو ديال السعاده. اذا القوانين موجوده جدا
وقاضي المستعجلات قد تدخل في عدة قد يتدخل في الإنذار، وقد يتدخل في الأداء، وقد يتدخل في كما قال الأستاذ في تقييد رهن جبري على الرسم العقاري. إذن كل شيء مقنن. هذاك المرسوم اللي ذكرت قبيلة لتصحيح المفاهيم ليس بمرسوم تطبيقي، وإنما مرسوم يتعلق بشكل نظام الملكية المشتركة لا أقل ولا أكثر. النموذج ديال الملكية المشتركة بقى عالق من 2002 إلى يومنا هذا. عاد خرج المرسوم المادة 8 من القانون 1800 كتقول يعني الساكنة يتجمعوا اتحاد الملاكين ويديروا واحد نظام الملكية المشتركة يتفقوا عليه ووقعوه ويديروا عليه محضر. إلا ما داروش الدولة اليوم تدخلت وعطات واحد النموذج، وفي ذيك الملكية قانون الملكية المشتركة المقيد في المحافظة العقارية دائما كيتجبر بأنه ممنوع استعمال الواجهة، ممنوع دير البارابول في البالكون ولا في الفصل، ممنوع تنشر الصابون إلى غير ذلك. كاين سطح، كاين أماكن مخصصة، ولكن عمليا كلهم الساكنة كيتجاوزوا هذا القانون هذا وهذه التوجهات. ولكن قضية كما قلت لك قضية التربية، لو كان كل واحد كيحترم كيف ما كيحترم الداخل ديال الشقه ديالو يحترم حتى الواجهه والاماكن المشتركه ما كناش نوصل لهاد المشاكل. وهذا كيجبرني نطرح واحد السؤال السي بكدولون بعد نسمع وجهه نظر الاستاذ رشيق فيه، هو انه واش ما عندناش ما نقدرش نقول بان عندنا صعوبه ولا عندنا ربما غياب واحد الثقافه ديال التدبير المشترك، بمعنى اخر كل ما هو ديالي يعني في الفضاء الخاص ديالي دار او سياره او شيئا ما يعني خاص ديالي كنحافظ على النظافه ديالو، ولكن المشترك بيناتنا اللي هو الحديقه العموميه والشارع والدروج يعني في اطار العمارات وهذا هذاك كل واحد فينا كيعتبر ان ماشي ديالو، هو مكان ديال الاوساخ وجميع الانتهاكات. واش ما عندناش مشكل في هذا العيش المشترك التدبير ما كل ما هو مشترك بيناتنا، وهذا الشيء كينعكس على الاعتداء على الممتلكات العموميه، على الاشجار، على الحافلات ديال النقل العمومي وغيرها. من اللي يمكن نقول انه من ناحيه الاصل اذا سمحتي تعليق على اللي صار انتباهي جوج ديال الامور ولا ثلاثه. الامر الاول هو الكثافه العاليه بين الثانيه النشير في مثلا المساله ديال النشير، واش خصنا نبحثوا واش هذوك الناس عملنا لهم المحل فين ينشروا وخلاوه ومشاو كينشروا في الواجهه، ولا الله غالب ما عملنا له والو ما خلينا له حتى حل الا الواجهه. هنا باش كنطرحوا طبعا غادي يكون السلوكيات، ولكن خصنا نعرفوا الفضاء اش كيعطي. هذا من ناحيه التعليق. ناحيه ثانيه السؤال اللي تفضلتوا به هو انه خصنا نعرفوا ان المجتمع المغربي في اصله مجتمع متحضر، مجتمع اصيل له تاريخ. اللي بغى يعرف بعض البقايا من هذا الشيء يمشي يشوف الشاون ويشوف كيفاش الفضاءات المشتركه مصيبه مزيان. شكون مصيبه؟ السكان. هذوك ما جاوش من المغرب راه مغاربه. اللي خصنا نعرفوا هو ان المغرب في التاريخ ديالو الطويل اذا بدينا نبداو غير من بدايه القرن الماضي السكان الحضاريين كانوا 10% من السكان ديال المغرب ككل. في الوقت اللي السكان كلهم غيكونوا 8 في المليون ولا 10% 8000. اليوم حنا في 18000، راه في ظرف اقل من 30 سنه تضوب العدد ديال السكان. في 82 كنا 9 مليون، اليوم 18 مليون في المدن. هذا الكم الهائل اللي جا بواحد السرعه المدن ما هضمتش لا وما تهيئتش. التخطيط الحضاري ما كانش عنصر فاعل، موجود تخطيطات، التنفيذ ما كاينش. المدن ما هيئاش بس السي رشيق في احد المؤلفات ديالو بالاورغانيزاسيون اون اورجونس ياك نقدر نسموها التمدين الاستعجالي. نقدروا نقولوا على التعمير اللي كاين هناك، التعمير الاستعجالي وكاين الاضطراري، لان جات افواج واما الدوله لقات لها حلول بحال اعاده ايواء بعديه او حلول قبليه بحال ذكر الاستاذ على اللوتيسمات اللي كانوا كيتعملوا في واحد الوقت الى غير ذلك. اما هما لقوا حلول لراسهم بحال السكن العشوائي، لان يعني ما كان دور السكن ماشي السكن العشوائي، مدن عشوائيه، مدن قائمه الذات عشوائيه كلها. اذا هنا بغيت نقول هو انه هذا الكمل هذه العمليه الكبرى اللي وقعت ديال التمدن
دون أن تكون مؤطرة أعطت واحد ثقافة، لأن الناس الجيل ديال 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 الهجرة القروية أو النزوح هذاك الجيل الأول ما معه مشاكل، لأنه انتقل من واحد الوضعية يعني اللي هو اختار أنه يبعد منها واحد الوضعية اللي كيعتقد أنه هو أحسن، ولكن الجيل الثاني والجيل الثالث ما كيعرفش الوضعية ديال با وجدو، خلق كاين في واحد الوضع اللي كيشوف واحد الفضاءات مزيانة وواحد الفضاءات خيبة. هو لما نشأ هنا نشأ في واحد الموطن اللي كيأهلو باش يكون السلوك ديالو غير مضبوط غير منضبط، هذا من ناحية الفضاء ما كيربيش، بينما الفضاء كان كيربي. إذا نشوفوا المدن العتيقة مثلا ونشوفوا الدرب، معنى الدرب، الدرب هو ملكية مشتركة، ماشي غير الدرب كفضاء، الدرب كسلوك. لما كتدخل للدرب ولو الإنسان يكون عنده سلوكيات معينة فضاءات أخرى، لما كيدخل الدرب كيبدل السلوك ديالو، لأن هذاك الفضاء هو اللي أعطاه. نعطيك مثال، شي كتدخل للجامع وتدخل للقهوة، أنت كشخص وأنا كشخص، دخلت للجامع راه شعور في شكل وسلوك في شكل، دخلت للقهوة راه سلوك في شكل. إذا الفضاء يعني الإسباس لي با أوموجين، الفضاء ما هوش متجانس، كل فضاء كيفرض السلوكيات ديالو. إذا عرفنا هذه ونتعاملنا مع الفضاء على أساس أنه غادي يتنظم بواحد الشكل اللي يعطي سلوكيات معينة ما يكونش مشاكل. نعطي نرجع للروبورتاج، هذاك كنتكلموا على الجمالية وعلى الفضائيات وعلى المشير وداكش. لو كان عندنا واحد النظام تراتبي في المدينة ديال الطرقات، طرقات مستوى واحد رقم جوج، يعني الطرقات العابرة، طرقات الواصلة، طرقات الفاصلة، طرقات عندها وظائف ديالها، وهذيك الطرقات غنقولوا النوعية ديال السكن أو النوعية ديال الوظائف المدينة ما فيهاش هي السكن، التعمير ماشي هو السكن، كاين وظائف مختلفة ما تكلمناش، وخصنا نتكلموا على التلامس ديال الوظائف يعني متنافرة في نفس المكان. هذا كنا نتكلموا عليه إذا سمحتوا من بعد، ولكن باش نبقى في نفس السياق، هو أنه لو كان عندنا تراتبية ديال الطرق مثلا والتراتبية ديال الفضاءات العمومية، غيمكن نعملوا فضاءات معينة اللي واخا ينشر في السر ما فيها باس، ما كيشوف واحد هو غير في الحومة ديالو، علاش لا؟ وشنو المشين في أن واحد الجيران مع بعضهم كيعرفوا بعضهم وكيتعرفوا بحال اللي كانوا في الدرب قبل، كيمين في الدرب كتخرج السيدة مع الأخرى ويتلقوا في الدرب وينقيوا الزنجلان ولا كذا في المناسبات ولا كذا في الفضاءات المشتركة، ونظيف الدرب كان نظيف. إذن هذا المغربي كيعيش في فضاءات مشتركة وعنده حضارة ديالو، احنا شعب متحضر، ما خيبغيو يقولوا لنا احنا، حتى الاستعمار اللي كان كيقول احنا ما كان نسكنوش ما كنقبلوش في اسمه في يعني السكن الجماعي، هذا تغليط. ونعرفوا بان فرنسا راه كانت عندها الحمايه الفرنسيه في وسط المغرب، المغرب فيه الشمال فيه الصحراء، راه حتى داك المغرب وكان فيه امور اللي ما قالوهاش فرنسيس وما كيعرفوهاش. اذا خصنا نفهموا بانه كان الامور كتغلط، لا خصنا نعرفوا، وانا شخصيا متحقق بان الشعب المغربي اصيل وعندنا علاش نصدموا، عندنا حضارات وعندنا تاريخ كيمكننا غير شنو كيعرف. ولكن السيد بكري ملي كنشوفوا بعض السلوكات، اسمحي غير نكمل، خصنا غير نحيدوا عليه الغبار. نعم سيدي، ملي كتشوف بعض السلوكات يعني اليوميه يعني في الفضاءات المشتركه بيناتنا في الجميع، يعني نقول لك الشرائح الاجتماعيه وجميع يعني الاجيال، الاطفال من المراهقين من الشيوخ، من ملي كتشوف بعض السلوكات ربما هذا الشيء لا يجعل انه ماشي سلوكات متحضره، يعني المشترك بيناتنا مثلا عندي فضاء ديالي خاص احترمه وانضبط لقواعده ومنظيف ومقاد، هذه البلاصه المشتركه بيناتنا كاملين هذه لا احترمها واهينها وابصق فيها وارمي فيها القاذورات وغير، هذا ربما ماشي سلوك متحضر. ولكن اسمح لي سي جماعه، كاين سلوكات اخرى في فضاءات اخرى خصنا نبينوها، ما بيناش ولكن تبان كاينه، كاين فضاءات مشتركه اللي مصانه بكيفيه رائعه حتى هذوك راه مغاربه، ولكن شنو الفرق؟ غتلقى الفضاء منظم يعني من ناحيه ديال المعمار، من ناحيه ديال العمران يعني مهيكل وكيسهل هذاك الوليد اللي هو يعني او الشخص الكبير أو المسن او غيره اللي ما عنده فضاء. احنا الفضاءات اللي كاينه غير الانسان اللي هو بالغا عاقلا ربما حتى ذكرا
وصحيح هذاك اللي هو معاق ما عندوش المحل ديالو، اللي هو ضعيف اللي هو طفل ما عندوش المحل ديالو، حتى واحد ما كيفكر فيه، اللي هو مسن ما عندوش المحل ديالو. اذا كنا كنشوفوا المجتمع ككل ونرتبوا له الفضاء ديالو، انا متحقق بان العدوانيه غادي تنزل، والدليل هو انها نازله في اماكن مشيو نشوفوهم وغادي يجبروا واحد كيتكلم الاستاذ دابا عاد اسمح لي بغيت واحد النقطه الله يجازيك بخير في قضيه العمارات. كاين واحد النوع العمارات خاص وعاد ولا كيظهر بكثره، وهي العمارات ذات العلو الشاهق. هذيك راهو خا القانون الملكيه المشتركه وخا السنديك خاصها معالجات اخرى، لان العلو الشاهق فيه مشاكل كخص قضيه الوقايه من الحريق بخصوصياتها، وكيخص الامكانيه ديال الاخلاء في حاله الطارئ، اخلاء بواحد الكيفيه سريعه، وكيخص المصاعد والمعدات والهوائيه وغير ذلك كلها تكون كتمشى بكذا الكيفيه. يعني هذه ما يمكن لي شيء نعملها في يد الملاك، اسمح لي، لان هذوك الملاك كيجيو غير يسكنوا، يعرف يشطب، يعرف يقول خصنا يتشطب هذا الدروج، يعرف يقول خصنا يتجفف كذا، يعرف يقول خصنا تصبغ الواجهه. هذه الواجهه ديال العماره الشاهقه باش يمكن لك الصيانه ديالها خصك شركات متخصصه، هاد المصاعد اللي خصهم يكونوا مصاعد من نوع خاص الى غير ذلك، كيخصها قانون ديالها، لان المساله الاساسيه فهاد الشيء كله. واخا كنهضروا حنا التساكن والناس خصهم درء المخاطر، السلام عمران ما كانش كيدرا فيه درء المخاطر، ما بقى عمران. نعم، نشوف السلام الشيخ وجهه نظره في هاد الصعوبه يعني في التدبير المشترك بيناتنا. اولا اللي خصنا نرجعوا له هو من السهل اي ظاهره اجتماعيه نقولوا التربيه، هذه هي المساله اللي سهله اللي كاين هي، وقلتها بانما في المغرب هي باش بديت، كنا 8% تاع المغاربه اللي ساكنين في المدن، 8% تقريبا شي 400,000، والان كاين هاد الظاهره تاع لاماسيفيكاسيون تاع الناس كثار، واكدت عليها في الاول بانما هاد العماره راه جديده في المغرب، يلاه بدات خلينا كطرح اقل حده اقل مشاكل بالنسبه للفئات الى بغيتي الوسطى، لا يعني انه ما كاينش مشاكل ولكن اقل، ما يمكنش تلقى مثلا المثال اللي وريتونا تاع حي التشارك اللي تكلمت عليه في الاول واللي جا في الروبورتاج، ما يمكنش تلقاه بالنسبه نفس الحده تاع المشاكل بالنسبه للطبقات الى بغيتي متوسطه فما فوق. دوك المشكل اللي كاين هي ان المدينه ياك كاين لاماسيفيكاسيون، كاين مساله اللي جديده هي ملي كنشوفوا السكن الاجتماعي راه بدا في العمارات قد تبدا في 87 وفي 2004 عاد باش بدا بطريقه الى بغيتو كثيفه وكثيفه جدا، دونك 2004 ل 2017 باش نشعل لك، دونك مساله اللي جديده بالنسبه للمغاربه. وشنا هو الى بغيتي التحديد تاع كيفاش كنعرفوا المدينه في السوسيولوجيا من غير لا طاي لو فوليوم الى اخره، كاين مساله اللي مهمه هي ان الناس ما كيتعرفوش بيناتهم، وهذه هي اصل المشكل، الناس ما كيتعرفوش بيناتهم. الا قلت لك الناس ما كيتعرفوش بيناتهم هي اللي كتحدد المدينه، ما بقيناش في العشيره، ما بقيناش في القبيله، الدوار كاينه قرابه، كاينه قرابه الدم، كنعرف جدودك، كنعرف اصلك، كنعرف هذا، ولينا في مجال اخر اللي هو هذا هو اللي مهم. حقا صعيب تقارن الدار البيضاء تاع دابا بالشاون ولا بهذا، الدار البيضاء الان فيها اكثر من 300 ملايين تاع البشر اللي ساكنين، باش الناس اللي كيجيو من برا. دونك هذا المشكل اللي كيبان لنا مهم واللي بينته الابحاث اللي درنا على مستوى الدار البيضاء، وبحث اخر دار على المستوى الوطني اللي دارته ليغاس لانستيتو رويال دي زيتود استراتيجيك، اللي كتبين بان 80% تاع المغاربه على المستوى الوطني، 80% تاع المغاربه ما دايرينش، عندهم ثقه ضعيفه أو متوسطة في الجار تاعو 80%. علاش ما عندوش الثقة؟ تو سامبلومون حقاش ما كيعرفوش. وهنا كنرجعوا للدور تاع الدولة، بأنما الدولة إذا كما أشار الأخ إذا وفرت المجالات الجماعية، المجالات فين الناس يتلاقاو، وكانت تجارب هنا في المغرب، تجارب اللي كاينه اللي كتسمى لونيتي دو فوازيناج، كتخلق واحد لونيتي دو فوازيناج واللي الهدف منها هي الناس تبزز عليهم يتعرفوا بيناتهم،
وكاين نعطي مثال الى كان شويه الوقت دغيا تاع مارسيليا باش نفهموا. كاين لور لو كوربيزي ان ارشيتكت سويس ماشي فرنسي، دار عماره اللي فيها كاع المرافق الاجتماعيه. علاش؟ كان هاجس واحد عندهم عند كاع لي زارشيتكت تاع لي زاني 30. الهاجس هو ان العلاقه الاجتماعيه بدات كتلاشى وبدات بروز الفرديه والفردانيه، بان كل واحد كل عائله كتنطوي على نفسها. اللي دار يدار دي كولوار كبار، ما بقاش كولوار في عماره ولا بحال شي زنقه، ودار دي بون كراسة باش الناس بزمنهم اللي تخرج نتلاقاو لاباس بخير. ودار في ليطاج الاخر بيسين، ودار باتيسري، ودار كراش، ودار هذا. المهم هذوك الناس ساكنين في هذيك العماره، ديك 300 ولا 400 واحد بز منهم غادي تعرف. ولكن اللي ما كانش عارف لو كوربوزيه هي الانعكاسات، الا بغيتي لي زافي بيرفير، النتائج السلبيه، النتائج العكسيه ولا السلبيه، هي ان الناس على الرغم من هذا من هذه بدات بلاصه ما تمشي لاباتيسري كتفضل تمشي الباتيسري الاخر اللي بعيد باش ما تلاقاش مع ذوك الناس اللي كنسميوها لا استراتيجي ديفيتمون، استراتيجيه التجنب، تفادي خصني لا بدا ما تفادى، ولو ان بين الجيران ما كاينش زعما ما كاينش شي عداوه ولا ما كاينش شي فطور في العلاقات الاجتماعيه. دونك اللي مهم الناس ما كتعرفش واش الاوربانيزم، هذا هو السؤال، ولا الارشيتكتور واش تقد تخلق لنا هاد الفضاءات الجماعيه. غير ملي كدير ان تيران دو سبور وتخلي الدراري صغار كيتجمعوا، الدراري الصغار غادي يتعرفوا بيناتهم، الوالدين غادي يتعرفوا بيناتهم، وإلا الناس تعرفت هذيك الثقه حقاش هي اللي مهمه، الثقه كتبقى تكبر. واللي لاحظنا في سميتو في هاد اللونكيت اللي دارت ليغاس، هي ان ما حد المستوى تاع الاسر المغربيه كيرتفع، مستوى لا اجتماعي ولا دراسي، دونك ثقافي، ما حد كيرتفع ما حد الثقه او عدم الثقه كتكبر. دونك الناس الى بغيتي للفقراء، حقاش ديما الفقير كيكون ديما محتاج للاخر، بالعكس ما حدنا كيسر عندنا الله، ما حدنا كنديروا الاكتفاء الذاتي، ما حدنا ما كنحتاجوش للاخر. يعني الثقه كتنقص مع يعني رقي المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. الثقه كما نعطي مثال بسيط، واحد السيد كيضل واحد فرنسي مثلا كيضل النهار كله كيعير في العرب لي مغربه ياك، وملي كتقول لي تو راسيست كيقول لك لا شو با راسيست، جي ان امي كي سابيل محمد. هذاك لامي حقاش كيعرفو، دونك الاخرين ما كيعرفهمش، دونك كاينه كاينين واحد الرفض لي اون بلوك، بانما كلشي خايب. طيب ندوزو للنقطة المحور الأخير المتعلق، ربما كاين هذه القضية ديال إعادة الثقة ربما بين الناس المتعلقات، كيفاش ممكن أنه بعض الحلول والمداخل، كاين الجانب القانوني ربما عاد واش متفقين ولا لا بأنه بوحدو ما كافيش، ولكن شنو ربما المداخل الأخرى اللي جعلنا أنه نتفاداو هذه المشاكل كلها اللي كنتكلموا عليها السي معتوق؟ إوا السي جامع خصنا نكونوا متفقين زعما باش ما نكذبوش على بعضياتنا، إذا خرجنا من جانب التربية، غنكونوا التربية ماشي مسألة سهله نقولوها، لا، ملي كاين شي انسان ما تيأديش وعنده الفلوس عنده الامكانيات وما كيأديش الواجب، باش غتسمي هذه؟ ملي يجي واحد يخرج قمامه الازبال ويخليها يومين وعارف راسو مسافر ويخليها في ديك الممر اللي كاين اللي هو مشترك وطلق ذاك الروائح ديالها، باش كتسميها؟ ملي كيكون واحد عنده سياره كبيره وتياخذ واحد البلاصه سهله اللي هي ماشي ديالو في المرآب وعارفها ديال واحد اخر، باش كتسمي هذه؟ ملي كيجي واحد كيستعمل استعمال ماشي الاستعمال اللي هو مخصص له هذاك المحل اللي هو مشترك، باش غادي تسمي هذه؟ ملي غادي نجي ونبدا ندير الضجيج على الجيران، كيفاش غيمكن لنا نكيفوا هذه؟ ما تمكنش تخرج من التربيه، وهذه التربيه هذه اللي الى عندنا فيها النظر وانطلقنا كل واحد من نفسه، كل واحد، لان انا تنتكلم على نفسي وكيمكن لي نربي ولادي ونربي الناس اللي هما مسؤولين مني تندير الواجب ديالي عليهم، والمدرسه تكمل والشارع يقوم بالواجب والمجتمع والاعلام. ملي تيشتغل حتى الاعلام، قول لي ما احنا كرهنا القوايف في التلفازه، صباح الخير يا جارتي،
اش اخبارك يا لاله؟ لاباس عليك؟ غادي نجيب لك هذه الحاجه، ندير لك هذيك الحاجه، وداك كتخلق داك الطاباج، داك التكرار ديال هذه الامور تتخلق واحد الغيره. علاش انا ما كنتعاملش مع جارتي بحال هكا؟ يمكن نحرضهم ونثير الانتباه ديالهم بان هذه المساله هذه مهمه، ويمكن نزيدوا بها للقدام المساله ديال خلق مرافق اجتماعيه. يمكن لا تقرب، يمكن لا تقرب الناس ويتعرفوا بعضياتهم، ويمكن نحيدوا داك الحساسيات وداك الحواجز، الامور اللي كتخليني نحكم بواحد الاحكام مسبقه. ما ولكن ملي كتقرب الانسان يمكن تلقاه ماشي داكشي اللي كنتي ناوي فيه. ملي كنرجعوا للقانون ديال الملكيه المشتركه، كاين مجموعه ديال الامور اللي حتى هي كتزيد تسمم العلاقه ما بين الجيران. تتكون عماره وواحد السيد عنده شقه لتحت او في الوسط او الطابق الاول، وبغى يدير محل تجاري، بغى يدير شركه، بغى يدير عياده طبيه. هذه ما تكلمش عليها المشرع، ما تكلمش عليها المشرع نهائيا. وملي كيجي لعند السنديك ما كيبغيولوش، تيبقى هذاك السيد ممكن يتحرم من المشروع، ويمكن ما يكونش فيه ازعاج للناس، يمكن يلتزم بالضوابط اللي كاينه في العماره، ولكن مع ذلك تلقى راسو محروم وما عندوش الامكانيه باش يدير شقه اخرى فين يدير عياده لراسو ولا لولده ولا لمرته ولا اي نشاط كان. وكيشد عام الضد لسنين طويله. مشات العكوسات. المساله الثانيه، كاين شي امور بعدا خاصها تصحح. ما كاينش تامين. ملي كيخسر المصعد وما دايرينش تامين، وما عندناش حتى داك الشركه اللي اشتغلنا معها ما عندهاش تامين، كيبقى داك المصعد هكا تيقول لك اذا المصعد ما خدامش وانا ساكن في الطابق الرابع، صافي خرجت واحد الاحساس، واحد الغضب، واحد حتى انا ما مخلص حتى شي حاجه. التامين ما كاينش. كاين خص شي امور تصحح في النصوص القانونيه. مثلا كنتكلموا على مثلا تعيين وكيل اتحاد الملاك وعزل وكيل اتحاد الملاك. اش كيقول القانون؟ تيقول القانون ثلاث ارباع من الاغلبيه ديال ثلاث ارباع اللي تاخذ القرار اللي تعييني او عزلي وكيل اتحاد الملاك. وفي نفس الوقت تيسمح انه يقول لك الى درنا الاستدعاء الاول تيخرج فقط 50%، الا جات 50% ديال الملاك اللي كاينين يمكن ينعقد الجمع العام. كي غدير تعقد الجمع العام ب 50% والاغلبيه اللي مطلوبه باش نعين او نعزل ثلاث ارباع؟ عمري ما غنعين وما غنعزل، خصني تيكون كل شيء. كيديروا استدعاء للجمع العام، تيقول لك الا درتي استدعاء للجمع العام وما جاش النصاب القانوني تيمكن لك في 30 يوما المواليه دير الجمع العام، تاريخ ديال الجمع العام وكيفما كان النصاب تتكل على الله ودير الاجتماع ديالك. 30 يوما المواليه. اش كيديروا بعض المهنيين، خاصه المهنيين، كيدير لك الجمع العام اليوم، ما كيجيش النصاب في قلب داك الدعوه اللي كيصيفط لك، داك الاستدعاء اللي صيفط لك، تيقول لك ويلا ما حضرش النصاب في داك الاجتماع الاول، فكنا دايرين معاه 10 الصباح ولا مع الجوج، فالجمع الثاني غيكون مع 6 العشيه باش يكون النصاب كيفما كان الحضور بما حضر. هي في 30 يوما المواليه، هذاك راه مازالين في يومنا هذا، المواليه كتبدا من غدا. هذه الامور تيخصها تصحح. مساله ديال التامين، مساله ديال الحساب البنكي، حساب بنكي غيعطي شفافيه اكثر والناس غيطمئنوا. نحاولوا نحسوا الناس بالاهميه ديال الجوره، وما نشجعوش على النزاعات، حيت دابا راه كل ما جوج كنمشيو للمحكمه. راه المحاكم هذا الشيء كيأثر على الجوده ديال القضاه، المردوديه ديال القضاه. راه ملي كتعطيني انا 300 ملف انا كقاضي، 300 200 في النهار، شمن جوده كتنتظر مني؟ كيفاش بغيتي نزيد بقاطره القانون وتطبيق القانون وفقه والاجتهاد القضائي نزيد به وانا عندي 300 ملف في النهار؟ اذا كنرجع كنمشي بواحد السرعه، بواحد الوتيره سريعه جدا، وبالتالي ما كتكونش عندي النوعيه. اذا لنقص هذه المشاكل هذه وعاونونا الناس مؤسسات اخرين يمكن تكون الامور وتصحيح النصوص القانونيه. نعم. حتى هي محور مهم اللي تيخصنا نوقفوا عليه. نعم. سيد بكدوري عفوا، كيفاش كتشوف انت المداخل اللي تجاوز هذه الاختلالات؟ كاين الجانب القانوني، كاين عنصر الثقه اللي اشار لها الاستاذ رشيق. اولا فيما يتعلق بالجانب القانوني، كيخصنا تشريعات اللي تكون شامله، تكون عند تكون يمكن تكون تشريعات متعدده ولكن عندها واحد الهدف شمولي موحد، وتكون مقبوله ثقافيا واجتماعيا حسب الشعب المغربي كما هو الان وكما كنطمحوا انه يكون. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، من ناحيه غنتكلم اذا سمحتوا باش ما نتكلمش على امور اللي ما دخلش في التخصص ديالي، وان كان فعلا انا متفق مع الاستاذ على قضيه التربيه،
ولكن فيما يتعلق بالتخصص ديالي يمكن لي نقول لكم انه اولا سنتلقوا من نظره ان العمران هو حضاره وروح قبل ان يكون اشكال واحجام ومنشات. فالعمران عنده الروح ديالو، وكل بلاد عندها الثقافه ديالها والحضاره ديالها اللي خصها تبان في العمران ديالها. ثم مساله ثانيه، احنا الان في واحد العصر اللي فيه معطيات متجدده وتتجدد بسرعه، خصنا الابتكار. انواع ديال السكن اللي عندنا في المغرب اذا مشيتي تحصرها فين باش كنعرفوا الانواع شنو هي؟ غنمشيو للضابطه ديال التهيئه اللي كاينه، كتقول اودي اش كتقول لك؟ عندك العمارات، عندك الفيلات، عندك شكل اربعه ولا خمسه ديال الانواع سدينا، والمغرب كله، المغرب كله ماشي بحال بحال، خص الابتكار. وخص البناء اللي غادي تبقى تدخل معايا في الباب والسرجم وداك اسيدي. شوف كتشوف غير بس فتح باب الابتكار، شوف غير قضيه السلامه وقضيه حقوق الغير، الشيء الاخر خلي المهندسين المعماريين يتصرفوا. ثم مساله كذلك من ناحيه الفضاءات، ذكر لان الترتيب ديالها وذكر الاستاذ مشكور لان كاين الفضاءات اللي خصها تكون هي الفاعله باش يمكن الناس يعيشوا مع بعضهم، الا ان كاين بعض المواصفات تتعلق بالمسكن اللي عندها علاقه بالتساكن. مثلا المسكن اللي هو ماشي معزول صوتيا وبصريا، الجار كيسمع اللغط ديال جارو، يعني هذا واخا يحني صوته واخا يدير مجهود ها ومربي، ولكن عنده بينه وبين جارو واحد لاكلومير، واحد الحيط اللي فيه 15 او 20 ديال السنتيم. واش ديك المواد البناء اللي استعملت واش عندها المواصفات ديال العزل الصوتي ولا ما عندهاش؟ شكون اللي كيطرح المشكل ديال العزل الصوتي اليوم؟ العزل البصري، الانسان راه جالس كاين فيلات من الطراز العالي، ما نبقاوش نهضروا على العمارات والسكن والشعبي والمسائل الاضطراريه، فيلات كيتباعوا بمليار وما فوق، بيت النعاس ديال الاخر والاخر قبلت بعضهم بينهم 800 متر بيناتهم. واش هذا ما ما ما, ما كاين شويه ديال الحرمه ديال البيوتات؟ اذا ما عندكش الحرمه ديال البيوتات ما كتكون كتخرج للفضاء العمومي وانت ما عندك شيء، الراحه ديالك اللي كانت في البيت ديالك. اذا هذه مساله، كاين مساله غادي عرفت الوقت ولكن غادي بغيت كون نعطي بعض المسائل اللي خصني ناكد عليها اذا سمحتوا، وهو على انه القضيه اللي كنطرحوا اليوم هذا ك ك كملخص اللي كنطرحوا اليوم ماشي غير مساله الملكيه المشتركه، كتطرح القضيه العمرانيه وعلى التنظيم العمراني ديال البلاد وعلى العلاقه المجتمعيه او العلاقه بين المجتمع والعمران، ما بين الفرد والمجتمع وما بين الفرد والفضاءات. هذا هو التفكير اللي خصو يكون، خصو يكون ماشي غير القوانين والمراسم الى اخره، لا خصو واحد المنظومه تقنيه اللي فيها المعايير. ما معنى السكن؟ كنتكلموا على الانعاش العقاري، ما معنى الانعاش العقاري؟ من الناحيه المعياريه خصنا واحد باش كنتحاكموا لمعايير تقنيه، باش ما نبقاوش نعمروا القضاء بمسائل خاويه. وماشي ضروري القضاء، كاين الوساطه، كخصنا نعملوا واحد المسالك اللي ما تكونش غير بالزربه قضائيه الى غير ذلك، ما بين القضاء والحلول كاين حلول اخرى. واضح. شو سباغي؟ زيادة على ما قيل، حقيقة كاين مشاكل ديال حسن الجوار، مشاكل ديال الأداء، لماذا المواطن أو مالك شقة معينة ما كيأديش الواجبات؟ المشرع خلى ثغرات، كيقول لك اللي ما أداش ما يحضرش في الجمع، هذا إقصاء، هذا ميز، ما يحضرش في الاجتماعات. علاش؟ لأنه ما أداش، وإلا كان عنده أسباب وعنده مبررات ما كانش على المشرع فعلا يمنع مالك في العماره، ويعني كاع المالكين يعتبروا سواسيه، وبالتالي منعوه من حضور الاجتماعات. بالعكس الا حضر غادي يكون محرج، غادي يؤدي الواجبات. يعني نقول السلام عليكم الله يخليك، انت هذه عامين ما خلصت شيء ودابا راك حاضر معنا، ياك لاباس ما كانت حتى حاجه، وراك عارف حنا التواصل ودخل واحد الشخص عنده تاثير على شخص اخر كنحلوا المشاكل احسن ما نمشيو للقضاء. لان الا مشينا للقضاء ها هو غايب، ودرنا جميع الاجراءات، وصلنا حتى الحج حتى الرهن الجبري على الرسم العقاري، ما الفائده؟ ولا بعت له لي بيان موبل ديالو، ما الفائده؟ ولكن اذا كان الاتصال والحوار جميع المشاكل كتحل، وهذه بتجربه، لانه ملي كيكون وكيل اتحاد عنده الكاريزما، عنده مستوى ثقافي، عنده لباقه، عنده حس تواصلي، كل المشاكل كتحل. لدرجة أنه كيعين ثلاثة الناس ولا أربعة كيمشيو السيد يدقوا عليه في الدار، الله يخليك اسمح لنا لا زعجناك ولكن راه حنا محتاجين ندوي معك واحد الدقيقة إلا كان ممكن. نعم أسيدي تفضلوا. أسيدي أنا ما فراسي شيء وما يسحبني شيء، هذا الشيء راه كاين.
الله يخليك. هذه الاجزاء المشتركه راه ديالنا كنا لاسونسور خاص الدرج فحاله يرسلها البواب داك الكونسيرج ما عندناش وخصنا نعدو لا فام ميناج خصها تجي تصوب وسيدي ما كاين ما كيتحرج وكيادي الواجبات لان الا شدينا مع العكاز كيمشي القضاء يقول لك ديروا اللي بغيتوا. زيد على ذلك ان هناك مشكل اخر ديال الكراء. واحد كيشرى لابارتومون كتشوفوا اليوم غدا بعد كتشوف اشخاص اخرين شنو هي العلاقه ديالهم القانونيه بيناتهم؟ علاش هذاك اللي ساكن كمكتري ما يؤديش الواجبات ديال السنديك؟ علاش؟ علاش نبقاو حنا كنتقلبوا على المالك؟ هذا غير منطقي، يجب التفكير في هذه الحالات. مشكل اخر عويص بالنسبه للدار البيضاء، اذا كانت الدار البيضاء هي يعني الرئه النابضه ديال الاقتصاد ديال المغرب، ما عندهاش رئات اخرين ديال 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 يعني التنفس وديال الفضاء الاخضر وديال المنتزهات وديال الاماكن ديال الترفيه واللعب. كنشوف انا دابا في باب العمارات الدراري كيلعبوا الكره، تعيا ما تجري، تعيا ما تضرب، تعيا ما عندهمش. واش ما نفكروش في هاد الناس، هاد البراعم، هاد الشباب فين غادي يلعبوا؟ فين يفجر الطاقه ديالو؟ فين يخرج داك؟ حتى حنا كناس فين كتمشي؟ الحمد لله اللي كانت جردت مرضوخ وكاين البارك اللي مازال كياكلوا فيهم راه ما بقى فيهم والو. وفين تمشي السنديبات حتى ما عرفتش داروا فيه واحد المشاريع اللي ما بقاش يعني فيه الولوج لجميع الساكنه بدون استثناء، ولا يعني مركز ترفيهي لواحد الفئه معينه ما كانش عندك امكانيات ما يمكنلكش تدخل. الدار البيضاء تفتقر، وانا اتساءل كيفاش يمكن ترخيص لتجزئه ولبناء حي بكامله وما جبرش فيه فضاءات ان اسباس فير، ما تجبرش فيه متنفس، ما تجبر فيه يعني انسان غير فين يجلس ويسترجع انفاسه وربما يخفف من العبء ديال الحياه ومن ذاك التوتر ويستنشق الهواء النقي ويرجع. لان كتعرف بان الفضاءات الخضراء اللي كان الغازو وكاين الشجر راه كتنقص من التلوث. حنا دابا الدار البيضاء كاين تلوث بيئي، كاين تلوث صوتي، وبالتالي المواطن الله يحسن العون مخنوق في داره، مخنوق مع الدرج جاي هابط كيتزاحم، اللي كيخرج لبرا كاين اكتضاض، التروطوار عامر، الشارع عامر، فين غادي يتنفس؟ هاد الشباب هاد الدراري الصغار دابا كنقلبوا يعني بالرقم ناشف كما كيقولوا باش جبر واحد الفضاء ملائم لهاد البراعم، هاد الاولاد ولادنا. اذا كاين اشكال مطروح في الدار البيضاء بكل صدق وكل امانه، ولكن المشاكل اللي مطروحه والنزاعات منها ما هي قانونيه، كاين اللي خدا السيد ابارتومون ولا غيرها راسا على عقب، كاين اللي عنده البالكون ولا بنى فيه شي حاجه ولا دار فيه ان كوزين، كاين اللي الكراج ناض استولى على واحد الجانب مهم كيقول لك انا ما عندي مالك، انا نهار شريت قالوا لي ابقى هنا، ولا المنعش العقاري قال لي ابقى هنا. ولكن كيف ما كان الحل، الحق راه واضح، كتمشي للمحافظه، كتمشي للقسم الهندسه، كتشوف شنو ما هو مرخص، والاساس في كل هذا هو التصميم المصادق عليه، ما نسميه بالفرنسيه لو بلوني فاريوتي، هو اللي به الانطلاقه، وما يمكنش المنعش العقاري او رب الملك يغير ولا يدير اللي بغى. ولكن المشاكل اللي مطروحه هي مشاكل ماشي عامه وكتخلع كيلكو سورت، لانه كما قلنا دابا في الاحياء الراقيه الامور تمشي على احسن ما يرام. هناك مجمعات مغلقه ريزيدونس فيرمي، كتجبر الحارس في الباب، كتدخل بالسياره ديالك، واخا كاين فضاء عام للجماعه ولكن هو تحت تصرف وفي ملكي الساكنه كلها، وكيتقوم الصيانه ديالو وكيبقى في واحد الرونق من الغازون من الشجيرات من ممرات الى غير ذلك، داكشي اروع ما يكون. ولكن ملي كيدخل البيتون ارمي لجميع الفضاءات والنسبه المئويه، انا اتساءل اذا كان عنده شي واحد عنده شي احصائيات يقول لي الدار البيضاء شحال عندها ليسباس فير بار سيتويا. بعض الدول ربما راه اي مواطن عنده حق في واحد 4 متر ولا المعايير ديال المعايير الدوليه حنا ما عندناش، وهادشي يؤسف له. اللي كتجمع تمشي دابا العيد ديالك اكتضاض نهار السبت لحد ما جبر منين دوز غير باش تعبر الطريق وتمشي لشي بلاصه اخرى، علاش الناس كتقلب على المتنفس؟ وبالتالي الحياه ماشي غير عندك شقه وانتهى الامر، يجب كما قالوا الاخوان يعني الشقه ديالي تكون امتداد للشارع في محيط ملائم، فين ما مشيت نكون مرتاح. سي رشيق باقي عندك شي اضافه في ثواني معدودات ولا سمعتوك؟ صافي غادي نسالي. دونك اللي كاينو خصنا نعرفوا بان هذه بناء العمارات هي صيروره اللي بدات كما قلت في 2004 واللي غتبقى هذا وكتكثر. وماشي بالنسبه للمدينه الدار البيضاء، اكيد الان تقريبا 45% تاع الناس اللي ساكنين في لي زابارتومون
هذو الاحصاءات تاع وزاره السكنه 45%، وبالنسبه للرباط 32%. دونك بالنسبه للمدن الكبرى كاين حل، نقول حل واحد ماشي حل واحد، ولكن غادي كنتجهوا لهذا الحل، هي بناء شقق، بناء جمع، بناء سكن جماعي. ولكن الا خديتي مدن صغيره كتلقى بانه الناس اللي ساكنين في لابارتمون صغيره ولا متوسطه، بني من مثلا يلاه 11% اللي ساكنين في لي زابارتمون، جديده يلاه 23%. دونك المدن سمح لي 1.2%. عندي حتى 5. دونك المدن الكبرى نظرا كما قلنا كما قلت من الاول، غلاء وندره، ماشي غلاء، ندره الوعاء العقاري، ندره الوعاء العقاري كيخلينا نبنيو، ماشي كنفضلوا كما جا في واحد البحث دارته وزاره السكنه في 2016، ماشي معنى المغاربه راه كيفضلوا يسكنوا، مضطرين باش يسكنوا، حقاش 65 تقريبا 60% 57% 57% بالضبط باغيين يسكنوا في شقق، 57% المغاربه على المستوى الوطني، وهذا احصائيه تاع الوزاره. دونك اللي مشكل كبير بالنسبه اللي بغيت نخرج به انا اليوم، هي كاين مشكل كبير، قلت لك الناس ما كيتعرفوش بيناتهم، كيعطينا عدم ثقه، وكيعطينا عدم وجود مساله اللي مهمه، حقاش حنا الان خصنا نقروا بذلك ملي هضرت على طبيعه العلاقات الاجتماعيه، بانما نحن مجتمع افراد في على الاقل في المدن الكبرى. دونك مجتمع افراد يعني علاقات الجوار هشه، علاقات نفعيه، علاقات وظيفيه، وما كايناش ديك العلاقات التلقائيه اللي كانت قبل، وهذه كلها انا كنديرها في خانه النوستالجيا، يمكن كانت يمكن ما كانت، ولكن كتبقى اون نوستالجي. تفضل غير ختم لنا الوقت سالينا. اسمح لي دغيا، هذا المشكل اللي كاين الان واللي عطاته واللي بان في المشاكل اللي كيعرفوا المدن تاع الحسيمه ولا تاع جراده، بان ما كايناش وساطه اجتماعيه، لان الاحياء ما كنلقاوش فيها، ولا كانوا كيكونوا قلال ما كنلقاوش فيها جمعيات او سكون ابيل لي كوميتي دو كارتيي، اللي يمكن لهم يلعبوا دور الوسيط بين الدوله والمواطن. ولذلك سميت الكتاب الاخير تاعي المجتمع ضد الدولة، بمعنى ما كاينش الوسيط بيناتهم أو قليل الوسيط بيناتهم، وغادي نرجعوا القضية تاع عاوتاني عدم الثقة في الأحزاب في النقابات والجمعيات إلى غير ذلك. سمعت وقيلا بقى عندك شي إضافة في 21 ثانية، لأن الوقت تجاوزناه. أنت غير مضطر، إذا ما كاين حتى شي، إذا ما كاينش الوقت بلاش. لا عندك شي فكرة بانت لك مازال مفيدة، تفضل. لا يمكن نبغي نوصل فقط للمشاهدين، وأنه هذه الملكية المشتركة والقانون 112/06 راه كيتعلق ايضا ب 106/12 كيتعلق ايضا حتى بالعقارات الغير محفظه، باش الناس يعرفوا حتى داكشي اللي بلدي الا كانت فيه مناطق مفرزه ومناطق مشتركه راه حتى هو كتطبق عليه، باش يكونوا عارفينها. ثانيا نبغي نقول للناس هذوك المنعشين العقاريين اللي كيبقى عنده 7 و8 و9 ديال الشقق وكيكون معاه في العماره مثلا غير 4 اللي يسكنوا، راه مطالب يدي الاشتراكات ديال لك 7 اللي تيملك، باش ما يقولوش راه انتم ب4 اللي غتخلصوا حيت انتم اللي ساكنين، لا، حتى هو مطالب باش يدي. رابعا وبعض المقاولين اللي كيطلب من المقتني ديال الشقه انه يخلص عامين ولا عام ديال السانديك، وهذاك والسيد كيكون في ديك المرحله مجبر كيشري، كيقول له لا ترونزاكسيون غنحبسها. لا شي قانوني ولا غير لا قانون. هو هذاك الشيء غير قانوني، هو ذاك الشيء بعدا باش يكون عنده قانون خصو يخضع للجمع العام. وحتى ملي كيدير ذاك النظام المؤقت عنده واحد الشروط، خاصه دابا ابتداء من 1/1/2018 خرج واحد النظام نموذجي ديال الملكيه المشتركه اللي تيخصنا نحترموه. المعلومة الرابعة هي التأمين، خصو يكون إجباري. المعلومة الخامسة خصنا نلتجؤوا للتحكيم ونعطيو الثقة للمحاكم، نخليهم يشتغلوا في أمور اللي هي تستحق الاهتمام أكثر، ونخليو هادشي هذا لواحد المؤسسة اللي يمكن تكون عندها هاد الصلاحية دي باش تحل هاد المشاكل. شكرا السي معتوق، السي صباغي، السي رشيق، والسي بكدوري، أشكركم جميعا، أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فرصة مقبلة بحول الله.